مساء الخير. مساء النور. عامل ايه؟ تمام. ايه قاعده كده ليه؟ عادي يعني. انت ايه لسه ما حضرتيش الشنطه ولا ايه؟ لا ما انا مش هحضرها اصلا. اوكي. مش موافقه على اللي انت بتعمله. غريبه جدا، ليه مش موافقه؟ عادي مسافر، ايه المشكله؟ لا ما مش موافقه بقى. اوكي راحتك. الموضوع سهل بس احنا اللي بنصعبه. شنطه فتح، حضر الهدوم، هيل بيرسل عادي. مفيش فايده يعني. مفيش فايده في ايه؟ انا مسافر وبحضر شنطتي، المفروض مراتي تحضرها لي. مراتي ما حضرتليش شنطتي. تمام مش مشكله. انا كمان مسافره لوحدي. لوحدك؟ امال الايه فين؟ لا مش عايزه حد معايا. طب تفتكري لو انت سافرت لوحدك هتبقي مبسوطه؟ هتبسط قوي. طب خلاص انجوي. نعم انجوي. ده عادي كده يعني؟ انت مثلا مش هتتضايق او هتقلق عليا وانا مسافره لوحدي؟ تعالي. انت ليه متنرفزه واخده الموضوع على اعصابك قوي؟ الموضوع سهل وبسيط، لان انت مديره علاقات عامه وفي اوتيل كبير جدا وسافرت العالم كله قبل ما تتجوزي، يعني متهيألي ما سبتيش بلد ما رحتهاش. ده بلس كمان ان انت كنت عايشه في القاهره هنا لوحدك. صح انا ولا انا غلطان؟ قبل الجواز حاجه وبعد الجواز حاجه. ليه 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 بتقولي كده؟ بالعكس، ده احلى حاجه في الدنيا انك الحياه اللي كنت بتعيشيها قبل الجواز هي نفس الحياه اللي تعيشيها بعد الجواز. يعني انا كل اللي قلته لك انجوي عادي ما دام هتبقي مبسوطه خلاص. طيب يا رامي، لو قلت لك ان انا مخنوقه وعلى اخري واللي بتعمله ده مضايقني هتعمل ايه؟ اكيد انا مش هبقى مبسوط ان انت متضايقه ومش مبسوطه، بس ليه؟ ليان بصي انا هقول لك على حاجه. انت كل اللي انت فيه ده عشان انت ما جربتيش ان انا اقفل عليكي. على فكره بمنتهى البساطه انا ممكن ارخم عليكي واقفل عليكي وما اخليكيش تروحي ولا تيجي. طب اقول لك على حاجه؟ ايه رايك ان انا مثلا اقترح عليكي انك تقعدي من الشغل؟ عادي. اقول لك مثلا البيت محتاجك وانا عايزك تقعدي ومش هينفع تشتغلي. ممكن تقولي لي بقى هيبقى ردك ايه ساعتها؟ لا طبعا مش هوافق. ليه بقى مش هتوافق؟ انا بجرب لك اقول ان انا اخنق عليكي وامشي كلامي عليكي، وعادي برضو ممكن اقول لك لا لازم تقعدي اصل البيت محتاج لك زي ما انا قلت لك، فساعتها مش هينفع تتكلمي وهتنفذي الكلام اللي انا بقوله. يعجبك الكلام ده؟ افهمني، شغلي حاجه واللي بتقوله حاجه ثانيه واللي بتعمله حاجه ثالثه خالص. والله هما التلاته حاجه واحده، انت بس اللي مكبره المواضيع. الموضوع اسهل من كده بكتير. مش فاهمك صراحه يعني. سفر عادي، مسافر مع صحابي، ايه المشكله؟ وبقول لك عايزه تسافري سافري. ليه مكبره المواضيع قوي كده؟ هو انت عايزه الراجل يفضل عامل عليكي ورحتي فين وجيتي منين؟ وبعدين ده ما كانش اتفقنا. انا عايزه اقول لك حاجه. قولي. انا حامل.